بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس البديلة الأكاديمية. اليوم درسنا واحدة جدا، تقدير الزوايا وقياسها والأسماء. يبقى أنا عندي ثلاث مهارات اليوم مهمة جدا، كيف أقدر الزوايا، كيف أقصها، وكيف أرسمها. مهم جدا، وحده جديده، مهارات لازم تكون معاك في الهندسيه. عندنا مسطره، عندنا مدقله. دي مدقله هنحتاجها هنرسمها اليوم ان شاء الله، وهنقيس بيها باذن الله تعالى. ركز معايا، درس النهارده درس لذيذ جدا ومفيد جدا في حياتك العمليه، بدايه قياس الزوايا هنحتاجها ان شاء الله في المتوسط والثانوي. ركز معايا. الزوايا اخذنا احنا الزوايا وصف الثالث ابتدائي وصف ثاني وصف رابع، وقلنا الزوايا بتتكون من ضلعين او شعاعين زي كده، وعندي انواع الزوايا ليها انواع كبيره كتير علينا كده اسمها نسميها زاويه حاده، نوعها زاويه حاده. هذا ضلع وهذا ضلع، ده الرأس. ده كده يا شباب الرأس، يبقى رأس الزاويه او ضلع. هنا ضلع وهنا ضلع. يهمني جدا اعرف نوع الزاويه كده حاده، نوع الزاوية كده قائمة، طب نوع الزاوية كده ايه؟ منفرد. يبقى أنا عندي ثلاث أنواع علينا الحين، في أنواع ثانية أنا بتكلم على كده اللي علينا، ده زاوية حادة، سواء عملها بالشكل ده، عملها بالشكل ده كده، عملها كده، عملها يسار، عملها يمين، مش مشكلة. أهم حاجة إن الزاوية أقل صغيرة أقل من 90 درجة، زاوية أقل من 90 درجة، طب لو سوت 90 درجة دي بسميها زاوية قائمة. سواها كده بقى، سواها كده، عملها كده، زاوية ايه؟ زاوية قائمة. الزاوية المنفرجة أكبر من 90 زي كده. أكبر من 90 زاوية ايه؟ زاوية قائمة، كده زاوية آسف، زاوية منفرجة، كده زاوية منفرجة. مع بعض كده معايا يا شباب؟ كده زاوية قائمة أحسن، كده زاوية حادة ممتاز، كده زاوية منفرجة، كده حادة، كده منفرجة، طب كده زادت منفرجة. كده حد، طب كده حد، حد ممتاز، طب كده 90 فقط بسميها زاويه يا شباب، بسميها زاويه قائمه. ولازم اعرف ان الزاويه القائمه عندي بتساوي كام يا شباب؟ بتساوي 90 درجه. درس اليوم هنتكلم عن مقاييس كيف اقدر الزاويه؟ تقدير مش بالضبط، وكيف اقيسها؟ وكيف ارسمها؟ نبدا مع بعض. أقل من 90 ولا أكبر من 90؟ أكبر من 90، يبقى ما ينفع طالب يقول لي يا أستاذ دي بتساوي 70. ليه؟ من غير ما يقسم، يا أستاذ دي أكبر من 90، دي زاوية منفردة. طب ده إيه بقى؟ أنا معايا زاوية قائمة. أهي مثلا زي ما أنت فاهم أهي. هي أكبر من دي كده الزاوية القائمة. أكبر منها قد إيه؟ تقريبا حوالي مثلا 30 20. طب تيجي نسال بقى كده بقيس ازاي؟ ادي السلك لحد اهو، وادي الخط عندنا حوالي 120 درجه. هنتعلم نقيسها ازاي؟ يبقى تقريبا 120 درجه. طب لو واحد قال الخمسه الصغيره دي اللي هي الدرجه، مش انا ممكن اقول 120 سم؟ لا، انا عندي وحده قياس الزاويه، الوحده الدرجه. الوحده يا شباب هي ايه؟ اللي هي الدرجه. تقريبا مش بالضبط، يعني لو واحد زميلي كتب 115 احسبها له صح. ليه؟ لان كله قدر يكون في التقدير المناسب. ولما يعني ما يصلح بقى يقول لي يا استاذ بتساوي 180، ما يصلح. ولا بتساوي 90، ما يصلح، انها اقل. طب الزاويه الثانيه ايه رايكم؟ ها؟ اقول 90؟ لا، ما يصلح، انها صغيره حاده، لازم تكون اقل من 90. طب هي لو اقل من 90، 90 اهي، شفت المسافه كبير، يعني ده اقل من النص، يعني حوالي مثلا كام؟ 30 درجه. طب حتى اللي زميلنا كتب 25، كتب 35 صح برضه، ولكن انا هنا بقول له ايه؟ بقول له قدر. السؤال الاخير، نص كده قدر كده؟ كبير. شوف ال 90
التقدير الايه يسميه التقدير يعني مضبوط ولا تقدير ما مش بالضبط يعني الايه التقدير عندنا بيكون ايه بالضبط. السؤال الخامس بيقول لي بقى استعمل المنقره لقياس البلاس لازم اقيس هنا بقى لازم اقيس بالضبط هنا كنت بسالك تقدر والله 120 بناء على ايه تقدير مناسب يعني هي اكبر من 90 مش البسيط من 30 ل 20 ما في مشكله عندي ما في مشكله لكن هنا لا لازم استعمل المنقره امسك منقلتك معايا يا باشا امسك منقلتك في المنقله عندي تدريج امسك كده عندي هنا صفر 10 20 لين 180 صح وفي صفر ثاني اهو لو انت مشيت بقى كده صفر لين 180 يبقى انا عندي تدريجين تدريج فوق وتدريج تحت استعمل اي واحد منهم ما في مشكله طيب يبقى انا عندي الصفر ده مهم جدا لازم تحددهم عندي نقطه الوسط كده عندك في المثل الموجوده عندك اللي هي الصغيره اللي هي الادبيه الصغيره ممكن تلاقي مكانها بالشكل ده في خط كده دي هي النقطه دي او ممكن تلاقيها مثل علامه الزائد يمين النقطه دي او تلاقي فيها دايره صغيره كده في الوسط هنا في مكان ده خلاص على حسب اللي انت هتعمله ممكن تجيب منقله اسمع منقله شكل ممكن تجيب منقله عليها الشكل ده يمين جدا النقطه بتاع التقاطع هذا ممكن يكون علامه الزائد في الوسط كده علامه زائد ما في مشكله اهي يهمني النقطه خط التقاطع او ممكن تلاقي خطوط وتلاقي دايره صغيره ما في مشكله دي بسميها منقله كيف بقيس الزاويه خلاص اول حاجه امسك منقلتي شايفين بعمل ايه النقطه اللي احنا اتفقنا عليها زي ما تكون عندي احطها هنا كده على الخطة عند راس الزاويه عند الراس كده عامل نقطه هنا اهي واحط الخط ده عندي بالظبط عندي المركز عندي وادي هنا الصفر لازم الصفر يطلع على الخط ده اهو صفر طب انا عندي رسمه صغيره عامل ايه؟ الرسمه صغيره على المنقله ايه اسوي؟ قال لي ما في مشكله زود عادي جدا كبر الخط ده على نفس الامتداد اهي وزود على نفس الامتداد ما عملتش الامتداد في الزاويه وقست ايه؟ اهو ركز معايا يبقى النقطة دي مهمة احطها على النقطة دي اهي امسك نقلتك وشغل معايا اهي والصفر على الصفر وعد الخط ده وصل لفين؟ انا بقول عد ركز معايا في العد ليه بقول عد يا استاذ؟ ان انا عندي 30 عندي 40 وتحتها 140 هو مسألة 40 ولا 140 عشان كده بقول لك عد من الصفر اه صفر 10 20 30 1000 يبقى اذا قياس الزاويه عندي هنا كام؟ 40 متر سنتي متر ولا درجه؟ درجه احسن معايا يا شباب؟ كاني بقيس الزاويه ازاي؟ تاني هناخد مساله ثانيه اول شيء بمسك مقالتي عندي شيء مهمين جدا مركز المقاله اللي هي النقطه اللي اتفقنا عليها اللي هي واحده من دول وعندي الصفر خط الصفر ده مهم جدا وعندي التدريجين من الصفر ل 180 ومن 180 لصفر بس ببدا بالصفر احط المنقله بتاعتي ايه؟ مركز المنقله عند راس الزاويه بالظبط لازم اكون دقيق ماشي يا باشمهندس يا مهندس المستقبل ان شاء الله اهي صفر وادي الصفر وعد صفر 10 20 30 يبقى ادي في زمايلنا بيستعجلوا يقولوا على طول 140 خطا خلاص انا بعيد الصف 10 20 30 قبل استاذنكم هناخد سؤال سؤال مثلا ده بيقول لي استعمل المنقله لقياس الزاويه امسك برضه منقلتك معايا ايه؟ ايه؟ فين المركز؟ قال المركز اهو تمام؟ اهو فين الصفر؟ اه الصفر اهو عد معايا اه بقول 110 عند الخط الثاني اهو عند ال 10 لا
صفر 10 90 100 110 120 170 يبقى الزاويه دي كده يا شباب 170 درجه. معايا يا شباب؟ بستعمل المقاله في قياس الزاويه. خلاص؟ بستعمل المقاله في قياس الزاويه. يبقى اليوم تكلمنا عن كيف بقدر الزاويه وكيف بقيس الزاويه. الحين هنستعمل ازاي اقيس الزاويه؟ ازاي انشئ زاويه جديده؟ اللي هو المثال الثاني، معلش درس اليوم درس شويه ولكن لكم الابطال تستطيعون وانت تستطيع البطل. استعمل المنقله والمسطره لرسم كل من الزوايا التي لا قياسات لها. انا عندي عايز ارسم زاويه قياسها 25. قال لي اول شيء امسك مسطره. خلاص؟ امسك المسطره وقلم رصاص. هنرسمها هنا شباب. خط اهو. تمام. اعمل خط. زي ما انت حابب، عايز تخلي راس الزاويه فين؟ بس انت عايز تخلي راس الزاويه هنا. ضعها هنا. وهنا كم السهم اللي هي ده شهر او نص مستوى. عايز ارسم زاويه 25 بمنقلتك. بالمنقله. ركز معايا. المركز المنقله هضعه عند راس الزاويه اهو. والصفر عند الخط اللي انت رسمته. وعد معايا لين ما توصل ل 25. اللي هو محتاج 25. صفر 10 20 30 فين 25 في الوسط اهي. وضع نقطه. بس كده. المنقله دي ما هيها فاعله. امسك مسار تاني. واروح موصل من الراس ليه النقطة اللي أنت رسمتها؟ يبقى أنا كده رسمت زاوية قياسها كام يا شباب؟ 25. نرسم الرسمة كمان، إيه رأيكم؟ ماشي رسمة كمان. هرسم زاوية وقياسها 140 درجة. هستأذنكم أرسمها فوقها. أول حاجة بالنصار وأدي خطوة. لازم أعمل نقطة ليها حد رأس الزاوية. وامسك المنقلة بتاعتي واحطها هنا اهو. مركز المنقلة مهم وخط الصفر مهم. مركز المنقلة اهي وخط الصفر. زاوية قياسها كام؟ 140. لازم تعد. في واحد يقول لك 140 اهي خطأ. ليه؟ انا صفر هنا 10 20 30 40 50 60 كام؟ ليه؟ 140 اهي. واروح احط النقطة بتاعتي. وبعدين اروح اوصل بقى. اوصل من المركز للنقطة اللي انت ايه؟ اللي انت رسمتها. يبقى انا دي رسمت زاوية وقياسها 140. مع شباب درس اليوم اذا اتكلمنا عن ثلاث معلومات. اول شيء اتكلمنا عن الزاوية وتقديرها كيف اقدر الزاوية. ثاني شيء كيف بستعمل المنقلة في قياس الزاوية مطلوبة وكيف انشئ زاوية من ايه؟ باستعمال المنقلة والمسطرة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.